تحياتي أعزائي متابعي قناة مخبوزات الباشا. اليوم راح أشرح لكم كيفية عمل خبز الهمبرجر وكيف ممكن بالبيت وبمكونات بسيطة أحصل على خبز همبرجر طري وهش ورائع بطريقة سهلة وغير مكلفة. خلونا ننتقل مع بعض لنتعرف على مكونات الوصفة وطريقة التحضير. بحتاج لملعقة من الخمير الجافي حوالي 10 جرام، رح أضيف القليل من السكر والقليل من الحليب السائل من نفس كمية المكونات اللي رح أستخدمها بالوصفة. بخلطهم مع بعض وبتركهم لمدة 10 دقائق تقريبا. بحتاج ل 500 جرام طحين متعدد الاستعمالات، أضيف له 40 جرام سكر أقل من ربع كوب بقليل، ونصف ملعقة صغيرة ملح. وبيضة واحدة كاملة. وبضيف هون الخميرة بعد ما اتأكد انه تنشطت. و 300 جرام حليب سائل. رح اقوم بعجن المكونات مع بعضها بالعجانة اليدوية. واثناء العجن رح اضيف حوالي ملعقة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة. رح اعجنهم لمدة 7 دقائق تقريبا لحتى تتجمع العجينة مع بعضها البعض ويصبح ملمسها طري وناعم. العجينة رطبة وطرية ولازم تكون بهالقوام. راح أحطها على سطح العمل وأشكلها على شكل كرة بدون استخدام الطحين. وبقوم بوضعها بوعاء مدهون بالزيت وبتركها لمدة ساعة حتى تختمر. وبعد ما اختمرت العجينة وتضاعف حجمها راح اقوم بتغطيها. وزن العجين 900 غرام، راح اقوم بتقسيمه لتسع قطع بوزن 100 غرام. وراح أقوم بتشكيل قطع العجين على شكل كرات بهي الطريقة لحتى أحافظ على أكبر كمية من غازات التخمر داخل قطعة العجين. وبصف قطع العجين بالصينية وبترك مسافة كافية لأن حجم كرات العجين راح يتضاعف أثناء التخمر. بحطهم بمكان دافئ لمدة نصف ساعة لحتى يختمروا. وبعد ما اختمرت قطع العجين وتضاعف حجمها رح أدهن السطح بالحليب السائل اللي رح يعطي قطع العجين لون رائع أثناء الخبز. وممكن زين وجه قطع العجين بالقليل من السمسم وحبة البركة. رح أخبزهم بفرن محمى مسبقاً على درجة حرارة 200 درجة مئوية ولمدة 20 إلى 25 دقيقة تقريبا. وبعد ما يكتمل الخبز ويصير لون القطع العجين بني ذهبي طالعهم من الفرن، وراح تكون النتيجة أني راح أحصل على قطع من خبز الهمبرجر الطري وقوامه متماسك وهش والمذاق لذيذ جدا. وصفتنا اليوم انتهت. بتمنى انه تكون نالت اعجابكم وبتمنى انكم تجربوها لاني بعدها رح تتوقفوا عن شراء خبز الهمبرجر. رح اودعكم على امل انه نلتقي بوصفات جديدة. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب به وتفعيل الجرس.